نعم. أحسن الله إليكم. ساقي الله يثبت. السلام على رسول الله ما بعد. السلام عليكم يا شيخ. السؤال يا شيخ، بالنسبة للنساء المتبرجات الغير متحجبات، هل صحيح أن لا تقبل صلاتهم ولا صيامهم؟ لا، غير صحيح. النساء المتبرجات عاصيات، والعاصي يقبل صيامه وصلاته وصدقته ولو عصى، وربما تكون صلاته وصدقته وصيامه سببا لمغفرة ذنوبه، لأن الموازين يوم القيامة بالقسط، فقد ترجح الحسنات على السيئات، وحينئذ لا تضر السيئات، لأن من ثقلت موازينه فهو في عشرة راضية، وقد تتساوى الحسنات والسيئات فيكون الإنسان من أهل الأعراف الذين يكونون في منزلة بين الجنة والنار، وفي النهاية يكون من أهل الجنة. وقد تزين السيئات فيكون مستحقا للعقوبة في النار، ثم قد يعفو الله عنه وقد لا يعفو. إنما الذي يبطل العمل ولا ينفع معه عمل هو الكفر والعياذ بالله، هذا هو الذي لا ينفع معه عمل. حتى لو تصدق الكافر وبنى المساجد والمدارس وطبع الكتب وأنفق على الفقراء وأهل العلم فإنه لا يقبل منه، أفهمت؟ فالمتبرجة عاصية من جنة الوسط، يجب عليها أن تتوب إلى الله وتقلع عن التبرج، وأما صلاتها وصيامها وصدقتها فمقبول إذا تمت الشروط. نعم.